التصرف، ما تبغيش تخشيك لامك فهمتي، ما تبغي حتى واحد من العائله ديالك. المهم انا على كون كان من كنت عارفه شكون ما نزقلوش. المهم العقوبه اللي نتمنى ليا مؤبد، ما عرفتش شنو السبب اللي خلاه يدير هذا الشيء. انايا هي الصراحه كيستاهل العقاب، وديك خيني اللي كيصور حتى هويا راه خاص تكون عنده اختو، عنده امو، عنده فهمتي بزاف ديال الحوايج. هاد الناس هادو اللي كيديروا هادشي للبنات اعدام قليل في حقهم، واش عندهم القلب ولا ما عندهمش بعدا؟ وهذا اللي دار لي هاد الحاله، واش عنده خواتات ولا ما عندوش؟ ما نكذبش عليك، انا هادو ماشي مسلمين، هادو كيبان لي انا ماشي مسلمين، هادو اللي كيديروا هاد الحاله فهاد البنات راه ماشي مسلمين. كون غير شي دريه نقول لك بعدا متبرجه، نقولوا بعدا راها كتير انتباه للدراري الشباب، يعني دايره فولار ومغطيه يعني مستوره، وكتلف فيه كتقول لي واش ما عندكش خواتاتك. نديكلاري بيه ولا نتدخل انا بنفسي، نحايدو ما نخليش يدير داك الحاله حتى شي حشومه. تايا راه دايره بحال اختك، حسبها بحال اختك، بحال امك. تايا امك تكون غادا في الزنقه يطرى لها بحال هكاك حشومه. يطبقوا القانون ديالهم اختي، هادشي اللي بغيت نقول لك، يشدو ويعطيو العقوبه ديالو. اول حاجه ندي عند البوليس، ولا نجيب ليه البوليس سلطة لا كنت نعرفو ولا ما كنتش نعرفو، وهداك الشيء اللي خاصو يتحقق ليه في القانون ديالو الاعدام. ما نكذبش عليك انا ما، وانا براسي دابا وليت كنت مغاده ومخلوعه، انا كبيره وليت خايفه من راسي لدرجه انا ما نكذبش عليك، وانا ولا بحال ولا عندي مرض نفساني، وليت كنخاف، خايفه من جنابي، كنت مغاده ومخلوعه.